على طول في الدور الرابع. كان ساكن فين؟ وقاعد لوحده في البيت ولا مع حد؟ قاعد مع اهله، اللي هم اهله في المصيف. يعني ما كانش في حد متواجد في البيت غير حضرتك؟ انا وهو. اول ما بعيالي وهو. اول ما البيت وقع يا حاجه عملتوا ايه؟ ايه اللي عملتوه؟ ده ما انتش عيب، انا قاعد في الشارع. في مكان تروحوا؟ عندنا ما فيش مكان ولا في اي حاجه. البيت وحنا كله 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 هناك في مرمى قلب البيت. ما طلعش على الشارع. قاعدين في الشارع. انا انتش عيب. عجلتني ده احنا قاعدين عايز مشاهدين متابعين عين مصر في كل مكان من اهالي ضحايا انهيار شغلك كان بيت عندي في كنا صغيره هنا بتبيع فيها ما بقاش حاجه هي عجلتين وواحد في المكنه بنصلح عليها اي حاجه. البيت كله وقع. حنا ومحتلنا في ثلاجتنا وثلاجتنا وبصلتنا وكله كله بوتاجازنا والانبوبتين وكل حاجه. حسيتوا باي حاجه وقت ال ولا حسينا باي حاجه والله يا ابني بقول لك ما فيش حاجه احنا لسه نازله ما فيش نص ساعه يا دوبك انا اللي كنت فوق سخنت الاكل ونزلت. كم حد كان موجود في البيت؟ ما فيش حد ما بقول لك احنا والسكان اللي فوقينا وهم بقى لهم اسبوع بره. الدورين التانيين فاضيين ما فيهمش حد. مفيش بس الواحد كان جاي من الشغل وقتها؟ مفيش الا هو الشاب البوم اللي اتوفى ده اللي لسه كان جاي من الشغل وطالع. اسمه ايه يا حاج؟ اسمه ناصر. ناصر رشاد. عنده كام سنة ناصر؟ 40 تقريبا 40. عنده أولاد صح؟ معاه بنت واحدة. بس مش قاعدة في البيت هي قاعدة عند مامتها. كان في أي حاجة بتنزل من المبنى نفسه ولا هو الموضوع جه على فجأة؟ لا 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 مفيش أي حاجة بتنزل من المبنى. أه. بقول لك أنا كنت فوق لسه بقالي نص ساعة نازلة من فوق. كان في اعراض قبل كده باين على المبنى ان هو هيقع متهالك جه قبل كده حاجه ليه؟ لا مفيش اي حاجه. هو فجاه واحده كده؟ هو فجاه طب مره واحده. مين اللي كان في المبنى بقى ساعتها؟ انا اللي في المبنى. انت اللي كنت في المبنى؟ احنا والسكان اللي فوقيهم. اه بس السكان اللي فينا بره واحنا اللي كنا انا وعيالي. جالك الخبر بتاع وفاه جارك؟ دلوقتي لما طلعوه احنا قاعدين اهو مفيش شيء. استقبلك الخبر ازاي وفاه جارك ويعتبر انت اللي مربياه ناصر؟ استقبله ازاي؟ احنا عيطنا كلنا الجيران كلها الله يرحمه. ايوه عشان الكشافات دي نهدى شويه. وبعد كده نتكلم مع الناس لما اعصابهم تقل. طالب بايه يا حاج؟ هذا خلاص طالب بيه حاجه خلاص هم اللي يتم طالب بيه. لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله طالب بيه الحمد لله ربنا يا رب طلعوا لنا حاجتنا بس اللي تحت الانهار والنام هي دي اللي طالباها مش طالبه حاجه غير ان احنا ربنا يا رب. في مصدر كان في مصدر رزقك يا حاجه قلت لي ان هو هو ده مصدر رزقنا يعني الجزء على معلش السوبر ماركت الصغير مش سوبر ماركت ده دكان حتى ما بقاش حاجه قرفه فاضيه ما بقاش حاجه ربنا يا رب معاكم يا رب ويصبركم يا رب وان شاء الله ان شاء الله ربنا يا رب معاكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله لقيت اخويا بتاع بره مشاهدين متابعين اهل مصر في كل مكان زي ما سمعت من الست من احدى سكان المبنى اللي انهار بحمية الزيتون. زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي ازاي المبنى منهار. البيت كله تعجن شاب توفى مصطفى افتح افتح الفلاش يا مصطفى اصبر يعني افتح النت بتاعه والفلاش لحظه سقوط العقار يعني كان صعب جدا على احد الاهالي وقتها ده كنتوا شايفين طوب ويعني العقار اتسوى في الارض تماما سلم يا رب سلم زي ما حضرتكم شايفين الوضع بتاع البيت بيعمل ازاي البيت كله اتعجن علاء
وكان في تواصل بتتكلم معاه. نصبحكم شايفين احنا هنا مين؟